بنبسط كتير إذا بيكون جاهز لبكرة. تمام، بتشكرك كتير. أنا بكرة الصبح بكير بكون بالعيادة. تصبح على خير. ما شاء الله هالفترة شايفتك مبسوطة كتير. وأخيراً العيادة رح تكون جاهزة خالتي لأول مرة، وبعد فترة طويلة بحس حالي متحمسة من قلبي. برأيي أنت مالك متحمسة بس لأنه رح تفتحي العيادة. تعي لهون. باين علي مو؟ ايه كتير. تعي خلينا نفش خلقنا لبعض. حكيلي شو اللي عم يصير؟ خير ان شاء الله؟ انا بحب علي رضا خالتي، وهالحب دائما عم بيخليني مبسوطة. يا روحي صار لك زمان ما فرحتي، من لما كنتي صغيرة كتير. يا عمري خالدة، تعرفي انتي من طول عمرك كنتي بنت بتعرفي شو بدك، ويمكن كلامي هذا ما له معنى أبدا، بس أختي المرحومة قبل ما تموت أمنتني فيكي. كأنه بكير شوي، يعني أنا فهماني شعورك وبحترمه كمان، بس علي رضا فيه شي مو مريحني أبدا، وأنا عم شك شوي بهالشب وقلقانة. يعني اطلعي على كل شي صار بحياتك واسألي حالك، هالتصرف صحيح؟ لهيك أنا مالي مرتاحة بنوب. ما في داعي تقلقي خالتي ملك، صدقيني علي رضا من أحسن الناس اللي تعرفت عليهم لحد اليوم. فهماني عليكي، بس كأنه عنده ناحية سرية وما حدا بيعرفها. الشب كأنه في شي عم يخليني شك فيه. عم تفكري فيه هيك لأنه عمل اللي ما حدا قدر يعمله وأنقذ عليا، مزبوط؟ معقول يكون هيك خالدة؟ أنا مدينة إله بكتير شغلات ومستحيل أقدر وفيها، ورغم كل هالشغلات لسه حاسة بشعور غريب ما عم بقدر أوصف لك إياه بالضبط، وما عم بقدر ما أقول لك إياه. طمني بالك، ما في أي شيء لتقلقي منه. أنا وعلي رضا وبفترة قصيرة قدرنا نتقاسم الحب والأسى اللي ما بيقدروا يحملوه شخصين عمر بحاله، وأنا عم حس حالي بعرفه من فترة طويلة.